السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في لسان العرب. ما تاريخ السودان وما أبرز القبائل العربية فيه؟ ما أبرز المفردات في اللهجات السودانية التي لها أصل فصيح؟ وما أبرز الظواهر الصوتية والتركيبية في اللهجات السودانية؟ وما علاقة ذلك باللهجات العربية؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع مشاهدينا بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء التاسع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء التاسع. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. مرحبا بكم أستاذنا. أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من دارفور الدكتور يونس أحمد أدم يحيى، الباحث في الدراسات اللغوية. حياكم الله، مرحبا بكم دكتور يونس. حياكم الله، السلام عليكم، شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله. نبدأ منكم دكتور حمدي، حدثنا بدءا عن السودان وعن دخول الإسلام إلى هذا البلد وتاريخه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قبل أن نتحدث عن السوداني وتاريخه ودخول الإسلام إليه، لابد أن نذكر حديثا رواه الإمام الترمذي عن الحسن عن سمرة ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش. وقال الترمذي: حديث حسن. نعم، يعني العرب كل اللغات التي يسمونها لغات سامية هي عربية، لأنهم أبناء سام عليه السلام. هذا دليل، يعني دليل. نعم، وكذلك ما يسمونه باللغات الحامية حام أبو الحبش يقصد السودان. السودان. نعم صحيح. ويافث أبو الروم اللغات الأخرى. اللغات الأخرى. نعم. وابن الجوزي ذكر في فضائل أهل السودان، قال: في ذكر فضائل اجتمعت في طباع السودان منها قوة البدن وقوة القلب، وذلك يثمر الشجاعة، ويذكر الحبشة بالكرم الوافر وحسن الخلق وقلة الأذى وضحك السن وطيب الأفواه وسهولة العبارة وعذوبة الكلام. المقصود بالحبشة ليس أثيوبيا الآن، ليس أثيوبيا يعني الآن، لا. المقصود كل المناطق. وإن كانت الحبشة في القديم عندما هاجر إليها المسلمون، نعم، يعني كانوا كذلك. صحيح. نعم. أثيوبيا أغلبهم، عدد كبير جدا منهم مسلمون، لكن للأسف الشديد الأمور تختلط. نعم. التعبير بالسودان في التاريخ القديم يعني من المحيط الأطلنطي إلى البحر الأحمر أو ما يسمى بجنوب الصحراء، لكن في عند الاحتلال الإنجليزي خصصوا المنطقة السودانية بالشرق الإفريقي جنوب مصر. نعم. هذا التخصيص وهو الذي ستدور حوله الحلقة. نعم. الدخول طبعا عندما نعم السودان تتأثر تأثرا إيجابيا وسلبيا بما يحدث في مصر، لأنها الامتداد الطبيعي لمصر. صحيح. نعم، ويعتبران بلدا واحدا، ويعني سامح الله من قسم هذين البلدين. صحيح. فعندما دخل الإسلام إلى مصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب سنة 21 من الهجرة، وكان الفاتح عمرو بن العاص، طبعا يتم الفتح في الأول في الشمال ثم يتدرج إلى الجنوب. الجنوب جنوب مصر ملاصق له السودان، والقبائل الموجودة قبائل حتى في القديم، يعني قبائل في السودان وفي مصر على الحدود الحالية الآن التي لم تكن فيه قبل ذلك. فكان لابد من المسلمين أن يؤمنوا المسلمين الذين دخلوا في دين الله عز وجل، خاصة فيه طرق للتجارة، وأن يبلغوا دعوة الله عز وجل للذين في المناطق الأخرى. فأرسل سيدنا عمرو بن العاص حملة بقيادة عقبة بن نافع،
ولكن هذه الحملة لم تكن كبيرة، وكان أهل النوبة وهذه المنطقة هي المجاورة. لها أسماء طبعا في القديم تسمى يعني تنحاسو يعني اللي بلاد السودان، أو كاش، أسماء في القديم. لا ندخل في الأمور القديمة، نتحدث الآن عن عهد عمر بن الخطاب. نعم، عهد سيدنا عمر بن الخطاب. وكان أهل النوبة يعني أهل رمي، وكانوا يصيبون كثيرا في الحدق. نعم، ثم حدثت معاهدة بين سيدنا عمر والقيرس اللي هو المقوقس، ولها شروطها. ثم بعد أن تولى عبد الله بن أبي السرح بدلا من سيدنا عمرو بن العاص، نقض أهل النوبة هذه المعاهدة. فكان من عبد الله من أبي عبد الله عبد الرحمن عبد الله بن أبي السرح أن يجرد حملة كبيرة إلى بلاد النوبة. كانت سنة 31 من الهجرة، يعني بعد 10 سنوات. هذا في عهد سيدنا عثمان بن سيدنا عفان. عثمان بن عفان. إذن تم الفتح الإسلامي للسودان في عهد سيدنا عثمان. تمت المعاهدة. المعاهدة. تمت معاهدة بين 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 يعني الممثل للخلافة الإسلامية أو أمير الأمير أو الوالي على مصر مع الملك أو ملك دنقلة في هذه المنطقة. ولها شروطها اللي هو معاهدة البقط. وهذه المعاهدة يعني بموجبها دخل كثير من المسلمين العرب إلى السودان وانتشر. ولذلك أنا أذكر قولا للدكتور محمد عوض يقول: دخلت المؤثرات والسلالات العربية من طريقين، من الشمال حيث انتشرت قبائل عربية أكثرها من ربيعة ما بين الشلال الأول ووادي حلفة، والقليم الذي كان يسمى مريس باللغة القبطية يعني الجنوب. والطريق الثاني الذي سلكته المؤثرات العربية من الجنوب. من الجنوب يعني من مصر؟ ليس من جنوب مصر، من جنوب السودان، من ناحية الحبشة. يعني من ناحية الباب المندب الحبشة إلى هذه المناطق. أو كما سنعرف بعد ذلك في بعض القبائل العربية من جهينة وغيرها أتت عن طريق البحر مباشرة. نعم هكذا. نعم. إذن من هنا دكتور يونس نجدد التحية والترحيب بك مرة أخرى من دارفور عبر سكايب. حدثنا عن النوبة متفضلا، عن أهلها وعن لغتها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. أولا نرحب بكم جميعا على استضافتكم لنا في قناة الرافدين. دكتور حمدي جزاه الله الخير على هذا السرد العظيم، وكذلك لكم الأستاذ المقدم نصير. بلاد النوبة جاء في معجم البلدان أنها بلاد واسعة وعريضة تقع جنوب مصر، وكما ذكر الدكتور آنفا أن أهله أقوياء وكذلك لديهم حمية ويحبون زيجاتهم، فلا يعني جعلهم يتعرضون على الزراعة والمشقة كثيرا. وبجانب هذا لديهم بعض العادات مثل الخطان، وهذه العادات الموجودة الآن في مصر كذلك. فبلاد النوبة هذه امتدت إلى أن صارت ومعروفة باسم السودان. السودان اسم ربما كان يطلق على بقعة كبيرة جدا في العالم أو في أفريقيا، امتدادا من السودان الموجود الآن إلى وصولها إلى نيجيريا وإلى أفريقيا، جنوب أفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا الأول حبشة باسمها القديم. فهؤلاء النوبة لديهم لغة خاصة، وكذلك بلدهم غنية بالذهب، وهم اليوم يذكروا نحن نسميه بالذهب يعني بدون الذال. فلذا كان يسمى أيضا ببلاد الذهب أو بلاد الذهب بلغة اليوم. فبلاد النوبة مدينتها أو مركزها عاصمتها كانت دمقلة، وكلمة دمقلة اليوم نحن نقول لها ننطقها باسم دنقلة. فدنقلة هذه مدينة معروفة جدا في شمال السودان وجنوب مصر، فهي عاصمة النوبة آنذاك.
والآن صارت أحد الولايات الرئيسية أو عاصمة ولاية من ولايات الرئيسية بالسودان. فلما نذكر النوبة لا نتوقف فقط شمال السودان الحالي، بل النوبة هذه امتدت إلى أن وصلت إلى أقصى جنوب السودان. وهناك شيء عظيم هنا يجب أن نذكره، أن انتشار الإسلام في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى وصول سيدنا عثمان إلى أن جاء إلى السودان، فلو لاحظنا أن السودان اليوم برمتها مسلمة، إلا أن الإسلام لم يصل إلى أقصى جنوب السودان. وسبب هذا يذكر أن الفتوحات الإسلامية لما وصلت السودان ولما امتدت إلى أقصى الجنوب، ففي الغالب كان المسلمون آنذاك يستخدمون الخيل، ومنطقة الإكوادور هذا منطقة جنوب السودان هي منطقة مستنقعات لو صح التعبير. فبسبب هذه المستنقعات لم يستطع المسلمون من الانتشار ومن الفتوحات ومن نشر اللغة العربية ومن نشر الإسلام هناك. لذا اليوم نجد أن جنوب السودان 90% ليست مسلمة كذلك، إلى أن جاء الإنجليز، والإنجليز قسموا تلك المنطقة وسموها بالمناطق المخفولة، أي المناطق التي لا يدخل إليها المسلمون بسهولة ولا اللغة العربية بسهولة. طيب. لذا كذلك نجد هذه المنطقة. نعم. بجملة أخيرة قبل أن ننتقل إلى دكتور حمدي، يعني بعض الكتاب قالوا إن شعب هذه المناطق التي تذكرها الآن هو شعب زنجي، ماذا تقول أنت دكتور؟ صراحة السودان من اسمها نحن نفهم هذا، ولكن المزيج والنسيج الاجتماعي فيه كل القبائل. نحن كثير من العلماء يقولون هذه المنطقة منطقة الغابة والصحراء، أي فيها الزنج والعرب لو صح التعبير. نعم. وحتى اللغة، حتى اللغة، نحن لغتنا لدينا لغات محلية أكثر من 290 لغة محلية بجانب اللغة العربية كلغة عامة لكل السودانيين. لذا نحن لا نستطيع أن نقول فقط هذه منطقة زنجية أو من يسكن فيها زنجية، ربما الأغلب، ولكن هي فيها مزيج من السكان والقبائل. نعم دكتور يونس، أعود إليك إذن دكتور حمدي اللي نستفيد في هذا الحديث عن القبائل العربية. حدثنا دكتور حمدي متفضلا عن القبائل العربية في السودان التي نزحت إلى السودان. من القبائل العربية التي ذهبت إلى السودان كما ذكرت آنفا بأن جنوب مصر أو ما يسمى بالصعيد أغلب قبائله من القبائل العربية وخاصة اليمنية، يعني من قضاعة وكهلان ومن قبائل القيسية كذلك. يعني عندنا مثلا في سوهاج مثلا التي أنا منها، عندنا جهينة، عندنا فزارة، عندنا سليم، عندنا بلي، وهذه القبائل أيضا موجودة في السودان. نعم أنا أذكرها من أجل أنها موجودة في السودان، يعني لكن تتفاوت كثرة وقلة. أيضا القبائل القيسية بنو هلال، عندنا بنو هلال وعندنا قرية تسمى ببني هلال. أيضا في أسوان فيه بنو هلال، موجود أيضا في السودان مثل هذه القبائل، يعني انتقلت من جنوب مصر إلى السودان. يعني أكثر القبائل من اليمن، أكثر القبائل من اليمن. ثم أيضا فيه قبائل من بني حنيفة هو بنو الكنز ما يسمى. طبعا هذه القبائل التي تسمى بأسمائها عندنا في مصر تسمى بأسماء أخرى في السودان، يعني الشكرية أو المسيرية أو رفاعة أو غير ذلك، هذه قبائل من جهينة. نعم، لكن سميت بأسماء أخرى. فكثير من العرب الموجودين أو من المسلمين العرب الموجودين في السودان هي قبائل عربية، وقبائل عربية لها مكانتها ولها يعني الاحتجاج بها لغة. جميل. نعم. إذن من هنا قبل الانتقال إلى فاصل ديوان العرب، دكتور يونس حدثنا عن بعض الكلمات غير العربية، وأيضا الآن دكتور يونس لا يسمعنا، إذن
إذن سنعود إليه بعد قليل. لنتحدث الآن دكتور أيضا بعد حديثنا عن القبائل، من الممكن أن ندخل في حديث الأصوات، ما حدث لمثلا أصوات الهمزة والجيم والقاف، هذه الجانب الصوتي في اللهجات السودانية، وما علاقة ذلك دكتور باللهجات العربية المختلفة؟ نعم. الهمزة منذ القديم يعني نسمع ونقرأ في الكتب العربية القديمة بأن أهل الحجاز يسهلون الهمزة وأهل تميم يحققون، لكن هذا ليس على عمومه. نعم. يعني يوجد من الحجازيين من يحقق الهمزة ويوجد من التميمين من يسهل الهمزة. نعم. وهذا ألقى بظلاله على القبائل العربية التي انتقلت إلى شمالي إفريقيا وانتقلت إلى السودان، فنجد في السودان أيضا تخفيف الهمزة سواء بالتخفيف أو الإبدال أو ما شكل ذلك. يعني مثلا الحذف، يقولون في السودان مثلا يا اسماعيل خوي، بدل يا اسماعيل اخوي، لا، اسماعيل خوي بالحذف، وهذا في اللهجه سريعا يحدث فيها الحذف، حذف الهمز، الهمزه المتطرفه، السماء، الهواء، جاء الابدال في الوسط الكلمه، قايل، قايل، قاعد، بايع، خايف، وهذا موجود من القديم. نعم صحيح. نعم، ايضا تبدل الهمزه عينا، هذا موجود عندنا في الصعيد. صحيح. ايضا صحيح. يعني بدل سأل يقول سعل، اسعل، اسعلوا، ما جأر يقول جعر، يقول ما تجعرش. نعم، هكذا موجوده عندنا في كل هذه الظواهر الصوتيه التي تذكرها لها اصل، لها اصل في القديم. في القديم. نعم يعني يحتج بها. نعم، هذه القبائل، ولذا كما ذكرنا في حلقات سابقه بان القريه او المكان الموجود عندنا او في السودان تجد يتحدث بلهجه تبعا للقبيله التي نزلت في هذا المكان. نعم نعم صحيح. فاللهجات الحديثة الموجودة التي نتحدث بها لها امتداد من القبائل العربية القديمة مع بعض التغيير طبعا. صح. الذي حدث، لأنه لا بد من التغيير، البيئة، تأثير، المكان، والتأثر. التأثير والتأثر. صحيح. الاختلاط، التزاوج المختلف بين القبائل. وإن كان في بعض القبائل لفترات قريبة لا تزوج خارج القبيلة، لكن عموما هذه القواعد العامة موجود، مثلا تميل هذه الشعوب إلى إبدال، يعني نعم، إبدال هذا موجود. يعني تحقيق الهمز الآن قليل جدا، قليل، نادر أصلاً. جدا في اللهجات الحديثة. صحيح. الموضوع في طبعا موضوع ماخذ، ماكل، كذا أيضا قديم، بدل أين يقول لك وين، وين. نحن الكثير فين عندنا في الصعيد. صحيح. لكن نحن في قريتي نقول فين، والقرية التي بجوارنا تقول وين. نعم. نعم، قالوا لأنها نسبة إلى من أحفاد الأصمعي. نعم. أساس، بدل من أساس يقول ساس. ساس. من ساس الراس قديمة. يعني إهمال هنا. حذف الهمزة. حذف الهمزة. نعم. إبدال الهمزة في أول الكلمة لاما من أل، يعني مثلا في كلمة الإصبع والأرض والأسد والأمين والإبل، يقول الإصبع، الأرض، لسد، لمين. نعم، ذاك اللي اسمه علي. العنعنة، موجود العنعنة لكن ليست عنعنة التميم في الهمزة فقط، بل في عنعنة قضاعة في الهمزة وغيرها. نعم، يعني العزن، بدل أذن، عذن، هذه ليست تميمية، التميمية عنة في أن فقط، فقط. لكن قضاعة اللي منها جهينة وبلي. نعم. في كل الأمور على عمومها، وغيرها دكتور، وغيرها يعني. نعم، وغيرها. نعم نعم. إذن من هنا مشاهدينا الكرام فنتوقف قبل أن نكمل حديثنا مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر محمد مفتاح الفيتوري، شاعر إفريقيا والعروبة. محمد مفتاح الفيتوري ولد بدارفور غرب السودان عام 36 و900 ألف لأب ليبي وأم سودانية. يعد من رواد الشعر الحر الحديث، لقب بشعر إفريقيا والعروبة. عاش سنوات بين مصر والسودان ولبنان، عاملا في الصحافة والإعلام ثم دبلوماسيا في ليبيا. توفي الفيتوري بالمغرب عام 2015 عن عمر ناهز 80 عاماً.
قال الفيتوري: يا أخي في الشرق في كل سكن، يا أخي في الأرض في كل وطن، أنا أدعوك فهل تعرفني؟ يا أخا أعرفه رغم المحن، إنني مزقت أكفان الدجى، إنني هدمت جدران الوهن، لم أعد مقبرة تحكي البلا، لم أعد ساقية تبكي الدمن، لم أعد عبد قيودي، لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن، أنا حي خالد رغم الردى، أنا حر رغم قضبان الزمن. إنكن سرنا على الشوك سنينا، ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكن بتنا عراة جائعين، أو نكن عشنا حفاة بائسين، إنكن قد أوهت الفأس قوانا، فوقفنا نتحدى الساقطين، إن يكن سخرنا جلادنا، فبنينا لأمانينا سجونا، فلقد ثرنا على أنفسنا، ومحونا وصمة الذلة فينا. الملايين أفاقت من كراها، ما تراها ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو مومياها، انطلق فوق ضحاها ومساها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء التاسع. نعود إليك مجددا دكتور يونس عبر سكايب من دارفور. إذن أحدثنا عن بعض الكلمات غير العربية والكلمات العربية أيضا الموجودة في اللهجة السودانية باختصار. طبعا دكتور يونس تسمعني الآن؟ نعم. هل تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا، تفضل. هل تسمعني؟ دكتور يونس عن بعض الكلمات غير العربية والكلمات العربية الموجودة في اللهجة السودانية. طيب، من المعلوم أن هنالك صراع عظيم بين اللغات في العالم، وفي علم اللغة يوجد هنالك كلمات مستعارة توجد في بعض اللغات، وكذلك لغات دخيلة توجد في بعض اللغات، وأحياناً نجد أن بعض الكلمات هذه تسيطر وتفرض سيطرتها على اللغة لكي تكون موجودة، أحياناً بحكم الحوجة لها، وأحياناً بحكم عدم وجود معنى مقابل لمثل هذه الكلمات. ففي اللغة العربية أو اللهجة السودانية نجد هنالك كلمات كثيرة جداً جاءت من اللهجات العربية الأخرى، وجزء منها جاءت حتى من اللغة التركية بحكم الحكم التركي المصري للسودان آنذاك. فنجد كذلك أن العرب بحكم أنهم عاشوا معظم حياتهم في الصحراء، لما جاءوا إلى أطراف النيل فلا بد من أن يتعاملوا ويعملوا في الزراعة، فكان عليهم أن يستعيروا كلمة من اللغة النوبية مثل كلمة الساقية فالتي لم تكن معهودة عند العرب، وكلمة الكوريك هذا الآلة الزراعية. فهذه الكلمات نجدها في اللغة العربية أو اللهجة السودانية قوية وثابتة جدا. لدينا كذلك الدلو، ولدينا التورية، ومثل هذه الكلمات التي تدل إلى الآلات الزراعية أكثرها يعني ليست عربية في حد ذاتها، بل هي إما أن استعيرت من اللغة النوبية أو جاءت دخيلة من اللهجات العربية الأخرى. فلدينا كلمة اسمها سبلوكا مثلا، ولدينا كذلك كلمات أخرى ممكن هنا بتخص لون الأرض،
مثلا مثل الكرو والكرس والقرير والأنغايا. فمثل هذه الكلمات ليست موجودة في قواميس اللغة العربية، بل هي ألفاظ نوبية بحتة. طيب وكذلك هنالك ألفاظ من الحضارة الباقية، يعني عندنا البرش هذا المصلاي للصلاة، نصلي البرش أو يفرش لاستضافة الضيوف، ومثل كذلك السباتة نسميه، والكابدلوك اليوم بلغة اليوم يسمونه قفة، يأخذ فيه الإنسان خضاره وبصله وزيته هكذا من السوق ما يحمله. فمثل هذه الكلمات نجدها يعني راسخة ومستخدمة بكثرة. طيب دكتور يونس، أيضا لننتقل إلى الجانب الصوتي معك، يعني اذكر لنا مثلا بعض الأصوات وما حدث فيها من تغيير، يعني لنقل مثلا صوت الذال، صوت الغين والخاء والسين في اللهجات السودانية، وما علاقة ذلك باللهجات العربية؟ فلا بد طبعا لأن نجعل علاقة ما بين الكلمة المستخدمة في العامية السودانية ما يقابله في الفصحى في العربية. صحيح. فمثلا يقول السوداني يقول لك داك منو، يعني من ذاك، لا يقول ذا، يقول داك، يعني يجعل الذال دالا. صحيح. هذا موجود كثير جدا، أو يوم ذاك يقصد به ذلك اليوم أو ذاك اليوم. ولا يقول الذهب أيضا، يقول الذهب. فهذا من التغييرات الصوتية التي طبعت على حرف الذال، وكذلك حرف الضاد بما بحكم أنها ثقيلة لو صح التعبير، فأو يقلبون الذال الضاب أحيانا في كلمة كذاب، لا يقول كذاب، يقول كذاب. فمثل هذه التقلبات أو التغييرات فيها تفخيم، في هنا تغيير صوتي في التفخيم نجدها باينة جدا ونجدها بكثرة. مثلا الزاي أيضا حرف الزاي، الزاي في القديم كان كثير جدا، ولكن في لغتنا الحديثة لا نجد الزاي، تغيير الزاي كثيرا، يعني بل بالعكس يجعلون الذال زايا. طيب والفاء والسين العلاقة بينهما؟ الثاء والسين، نعم، يعني مثلا حرف الثاء يقلب إلى سين لديكم أعتقد؟ موجود مثلا يقول لك لسه كويس، او يقصد احيانا اللثة ايضا يقلبها الى سين. حديث فنجد هذا حديث. نعم كلمه حديث. فتلقائيا انت تسمع ان السوداني لا يخرج ذلك الثاء، فهو يكتفي بالسين فحسب. صحيح. نعم. اذا سأعود اليك مره اخرى دكتور يونس. دكتور، نبقى في الجانب الصوتي، وكنت تريد أن تضيف في أصوات الجيم والقاف. نعم. وبعدها سنتحدث عن التفخيم في أصوات الراء واللام والألف تفخيما وترقيقا. أكيد. تفضل. تمام. دكتور، بالنسبة للجيم معروف بأن الجيم في عند المحدثين بأنه صوت مركب أو صوت مزدوج مكون من الدال والشين، فاللهجة تميل إلى التخفيف. لذا عندنا في مصر في كثير من المناطق في صعيد مصر ينطقون الجيم دالا، أو بعض الكلمات ينطقونها شينا. نعم. يعني هذا على عمومه، أنا أربط بين الأمرين. وهي لهجة قديمة، يعني قالوا جشيش ودشيش في القديم. نعم. في الحديث نقول مثلا دمل ودمال ودردة وكذا، هذا بالنسبة لجنوب مصر في بعض المناطق، ليس في كل المناطق. ليس في كل المناطق. نعم. في السودان ينطقون الجيم جيما، إلا إذا أتى في أغلب الأحيان إذا اجتمعت الشين والجيم غالبا، أو الراء والجيم أحيانا، ينطقون الجيم دالا. دالا. بدل الشجرة الشدرة. شدرة. الديش. هذا وهذا أخف يعني صوتيا. لا. صوتيا ربما يعني أخف صوتيا عليه. قالوا بأن تفسير هذا صوتيا التخفيف. أو التسهيل. تسهيل. نعم. صحيح. نعم. القاف لها ثلاث صور من النطق في اللهجات السودانية. نعم. قاف كما ننطق في صعيد مصر قاف.
وهذه لهجة يمنية قديمة يعني ولا أقول لجدر القوم قد نضجت ولا أقول لباب الدار مقفول نهى على لهجة القديم. يمنية قديمة صحيح. نعم وعلى رواية في رواية ينطقون القاف كاف وأيضا عندنا موجود كاف وفي فلسطين موجود البرتقان كتلو أكتلك الفقي أو الفكي بدل الفقيه الفكي هذه صورة أخرى إذن. صورة أخرى طيب. الصورة الثالثة عندما ينطقون القاف نطقا فصيحا تكون مشوبة بالغين نعم. نعم وهذه في الأمور عند النطق تنطق مشوبة في بالغين في حالات معينة نعم يعني قالوا لعل هذا النطق بعض لهجات المنطقة اليمنية الجنوبية هذا حتى في بعض القبائل لدينا في العراق هكذا نعم هي نعم. يمنية قديمة يمنية قديمة نعم هذا ما أردت أن أقوله سريعا في هذه الأصوات إذا ننتقل إلى الراء واللام إلى الراء الراء طبعا في الفصحى حتى نكون على بينة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تكون مفخمة وإذا كانت مكسورة تكون مرققة الراء الساكنة إن إذا كانت في أول الكلمة يعني بعد همزة الوسط تفخم إذا كانت في وسط الكلمة قبلها كسر وليس بعدها حرف استعلاء من كلمتها ترقق فرعون فريائم إذا كان بعدها حرف استعلاء تفخم مرصاد إذا كان حرف استعلاء مكسورا يجوز الكسر ويجوز التفخيم ويجوز الترقيق إذا كانت في آخر الكلمة قبلها كسر وقفت عليها بالسكون ترقق إلا في مصر وقطر يجوز الوجهان وفي اللهجة نجد اللهجات عندنا في السودان يميلون إلى ترقيق الراء كثيرا نعم ويجنحون أحيانا بين التفخيم والترقيق مع الصاد أو الضاد أو الطاء يعني مطر الراء تكون بين وسط لا هي مفخمة ولا هي مرققة أنا لا أنطق مثل نطقهم حتى لا يعيب علينا الدكتور يونس نعم لكن أقول الحكم العام يعني نعم حتى مع القاف يقول الموضوع لكن الغالب عندهم الترقيق حتى مع القاف التي ينطقون قاف البراق براق برق بقر قرى هكذا النطق الأغلب ترقيق واللام دكتور قبل أن اللام تغلظ يعني تفخم نعم يعني حتى أنا سمعت في السؤال الأول مع الدكتور ونس يقول أغلب تفخيم اللام هكذا وهذا مرده إلى رواية أو طريق رواية ورش من طريق الأزرق من قراءة نافع نعم هذا موجودة في أحد القراءات نعم موضوع له قراءة نعم. لأن في القديم كانت رواية ورش هي المنتشرة في شمال إفريقيا نعم. ورش عن نافع مصري أصلا مصري. نعم قبل الدولة العثمانية التي نشرت حفص عن عاصم طيب. نعم إذن دكتور يونس نبقى مع هذه الظواهر الصوتية وحدثنا عن النبر والتنغيم والحذف والترخيم في اللهجات السودانية باختصار طيب جزاكم الله خير دكتور حمدي لم يترك شيئا هو سوداني بالأصل يعني نحن نسمي اللغة السودانية أو العامية السودانية اللهجة السودانية نسميها بالعامية السودانية فيها النبر كثير جدا وكذلك نجد فيها التنظيم والحذف والترخيم فالنبر في تعريفه هو وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام والملاحظ يقول أن النبر في العامية السودانية يتفق بصفة عامة مع لهجات صعيد مصر أو جنوب مصر مثلا في كلمة مدبعة ومدرسة وولد وعشاء فنجد أن النبر يكون دوما في المقطع الأول يعني في مط ومد هكذا لكن في بقية المقاطع نجدها واضحة أكثر نعم أما فيما يخص التنظيم أي ارتفاع الصوت وانخفاضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة فنجدها خاصة في النداء والاستفهام كثيرة جدا في السودان فنجد هذا التنظيم في على سبيل المثال في عسى وفتى وسمراء فكأنها في عصى يعني كأنه نهاية الألف هذه همزة
فنجد هذا النطق والتلفظ أثناء الحديث التنظيم هذا. أما الترخيم هو صوت يعني له صور متعددة في السودان، ففي قبائل غرب السودان أكثر ما نجد هذا، فتجد أن مثلا يقول لك أسكت ساي، أسكت ساي يعني اسكت ساكت، بدلا من أن يقول اسكت ساكت ويقول لك اسكت ساي، ترخيم. نعم أيوة ترخيم. أو راح ساي، راح بلا شيء يعني. أوكي. نعم نعم. طيب فنجد هذا كثير جدا. طيب في أثناء الكلام. جزاكم الله. طيب سأعود إليك في سؤال أخير، الوقت تقريبا أزف دكتور، بدقيقة لو سمحتم اذكر لنا يعني نماذج من اللهجات القديمة وآثارها في اللهجات السودانية في الصيغ والتراكيب. نعم يعني من اللهجات القديمة لغة أو لهجة أكلون البراغيث أو ظلمون الناس، وهذه مستخدمة كثيرا عندنا سواء في صعيد مصر أو في السودان. يعني بدل ما يقول ظلمين الناس بيقول ظلمون الناس، أو كلمني الناس كلموني الناس. نعم على هذه اللغة القديمة. وفيها ولها شواهد كثيرة، يلومونني باشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا ثم عموا وصموا كثير منهم، يعني الموضوع صحيح. كثير وأسروا النجوى، وأسروا النجوى الذين ظلموا. هي فيها كثير من الشواهد مع أنهم لم يعني يقولوا عليها لضبط القاعدة فقط يعني. صحيح. نعم المثنى والجمع في اللهجات عامة ينطق الآن بالياء، في اللهجة يعني الاثنين أو رجلين يعني أو ولدين، لا يوجد رفوع يعني، لا يوجد بالألف، كله بالألف. نعم يعني نعم مطلقا. نعم. نعم الأسماء الخمسة استغنوا بصيغة الواو، أبوك أخوك حموك كذا، كله بالرفع، لا يأتي النصب بالألف مطلقا. التخلص من التقاء الساكنين، لكن عندهم لا يكون بالكسر ولا بالضم، يكون بالفتح. الفتح يعني هذا هو الغالب عندهم، الفتح. نعم يعني زي القمر، زي القمر قل للناس. نعم يفتحونه إذا اتصل، قل له كلهن أو طبعهن إلى آخره. بالنسبة لل تستعمل عندهم المعرفة والموصولة. الموصولة التي تدخل على غير الأسماء، يعني مثل اليوجد داع وما أنت بالحكم ترضى حكومته. صحيح. نعم. نعم. فيقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار اليوجد داع، في القديم هذا يستخدمون طيب الموصولة. أيضا نعم. التصغير موجود عندهم بكثرة. نعم. في أقل من دقيقة دكتور يونس لو سمحتم حدثنا إذن عن، لنختم بك، بالمجانسة الصوتية والمخالفة الصوتية في الأفعال المزيدة، وأيضا مثال عن الاستنطاء مثلا في اللهجات السودانية. طيب جزاكم الله خير. في العامية السودانية نجد هنالك مخالفة في الأصوات ومجانسة كذلك الاستنطاء. على سبيل المثال المجانسة مثلا يقول لك اتذكر، يعني تذكر على وزن اتفعل، فهذا نجده كثير جدا. وجريته أي جره، فيجعل من الحرف حرفين حتى يكون المجانسة. أما فيما المخالفة بدلا يكون مثلا من شتى شتات يقول لك مشلتت، يعني يقصد به مشتت، فيدخل اللام بين الشين والتاء. أما فيما يخص الاستنطاء هذا طبعا ظاهرة شائعة جدا في العامية السودانية. فالسوداني يقول لك بدلا من يقول لك اعطيني يقول لك اديني، والآخر يقول انطيني. فهنا نجد الاستنطاء واضح جدا، وهي قراءة أيضا من القراءات القرآنية. نعم. الشاذة. نعم. 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 إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكايب من دارفور دكتور يونس أحمد آدم يحيى الباحث في الدراسات اللغوية. شكرا جزيلا لكم دكتور يونس. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. وياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة قبل البيان القرآني مع فقرة من الذاكرة وعنوانها نادي النقطة. عجيب أمر هذا النادي،
اسمه ناجي النقطة، ولا توجد أي نقطة على تلك الحروف. لو وضعنا نقطة على العين لأصبحت غينة، لو وضعنا نقطة على الراء لأصبحت زايا. وهذه السين لو رسمنا فوقها ثلاث نقاط لأصبحت شينة. القصة يا سيدي أن أجدادنا العرب القدامى كانوا يكتبون الحروف بلا نقاط. هذه أعرفها. ولكن عندما امتدت اللغة العربية إلى مشارق الأرض ومغاربها عن طريق الفتوح، جاءت امرأة إلى الشاعر الفرزدق تستنجده قائلة: إن ابني خنيس ذهب إلى بلاد السند مع المجاهدين الذين يقودهم تميم بن زيد القضاعي، واشتقت إليه وتميم صديقك، فإن رأيت أن تكتب إليه في أن يقفل إلي ولدي. قلب الأم. فكتب الفرزدق إلى القائد العربي تميم يسأله في أن يقفل إليها ولدها، فكتب له ثلاثة أبيات من الشعر، وكانت أبيات الشعر حروفا بلا نقاط. تميم ابن زيد لا تكونن حاجتي بظهر، فلا يخفى علي جوابها. أتتني فعادت يا تميم بغالب، وبالحفرة السافي عليه ترابها. فهب لي خنيسا واتخذ فيه منة، أهبه لأم لا يسوغ شرابها. ولكن ما أدراني أن اسم هذا الشاب الذي تطلبه أمه خنيس أو حبيش أو حشيش. فقال: أقفلوا كل من اسمه خنيس، حبيش، حنيش، حشيش أو خنيش. فذهبوا أعدوا الرجال، فتبين أنهم 80 رجلا، فأرسلوا كلهم إلى أهليهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوانها هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء 11. ونستهل فقرة البيان القرآني مشاهدينا الكرام من قوله تعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السؤال هنا دكتور: ما معنى سرادقها وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعاذنا الله من نار جهنم. نعم، ينقل السيوطي عن الجواليقي يقول: فارسي معرب وأصله بالفارسية سرادار، وهو الدهليز. وقال غيره: الصواب أنه بالفارسية سرى باردة، أي ستر الدار. الراغب الأصفهاني يقول: السرادق فارسي معرب، وليس في كلامهم اسم مفرد ثالثه ألف وبعدها حرفان. السمين الحلبي يعني يذكر الكلمة وبشواهدها من كلام العرب، ويقول: وقيل السرادق كل ما أحاط بشيء، ومنه قيل للحائط سرادق، والسرادق فارسي معرب. ثم ذكر كلام الراغب الأصفهاني، وهو: وليس في كلامهم اسم مفرد ثالثه ألف وبعدها حرفان. وقيل: بيت مسردق مجعول على هيئة سرادق. قال السمين الحلبي: وليس كما قال لقولهم جلاجل وحلال وحلاحل بالحاء والجيم، فيا ظبية الوعساء بين جلاجلي وبين النقى أنت أم أم سالمي. موجودة في كلام العرب. موجودة، نعم صحيح. الكلمة عامة مستعملة في اللغة العربية باشتقاقاتها منذ عصورها الأولى، فهي عربية أو من توافق اللغات، أو أنها من الكلمات التي استعيرت في الزمن القديم وتكلمت بها العرب وعاملتها معاملة الألفاظ التي جاءت على بنائها، لأنها جاءت على بناء عربي. صحيح. نعم. إذن هي عربية. فهي عربية. نعم. نعم.
أيضا من ذلك مشاهدينا الكرام في قوله تعالى في سورة مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما معنى سريا وما لغتها هنا؟ نعم. دكتور، السيوطي ينقل قال عن ابن جرير بسنده إلى مجاهد سريا قال نهرا بالسريانية، وبسنده عن الضحاك سريا قال جدول صغير بالسريانية، وعن مجاهد أيضا سريا نهرا بالنبطية، وعن سعيد بن جبير سريا نهرا بالنبطية، وحكى شيذلة أنه باليونانية. الكلمة في الحقيقة الكلمة عربية قولا واحدا. نعم، قال الزجاج روي عن الحسن أنه قال يعني عيسى وقال وكان والله سريا من الرجال. فعرف الحسن أن من العرب من يسمي النهر سريا. نعم، فرجع إلى هذا القول. ولا اختلاف بين أهل اللغة أن السرية النهر بمنزلة الجدول. قال لبيد فتوسط عرض السري فغادر مسجورة متجاورا قلامها. وقال ابن عباس السري النهر. سلم ترى الدالي منه أزورا إذا يعج في السري هرهرا. طبعا السري لغة من لغات العرب، والذي يؤكد أنه عربي لاشتقاقات المختلفة التي ذكرها الراغب الأصفهاني بأنه من السرو أي الرفعة، رجل سرو إلى آخره من الاشتقاقات المختلفة. صحيح. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام من ذلك في قوله تعالى في سورة عبس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بأيدي سفرة. سفرة دكتور، ما لغتها وما معناها؟ نعم، السيوطي يذكر عن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما بأيدي سفرة قال بالنبطية القراء. الكلمة عربية لوجودها بمشتقاتها المختلفة فيها. قال الفراء بأيدي سفرة وهم الملائكة واحدهم سافر، والعرب تقول سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تبارك وتعالى وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم. قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وطبعا الزجاج يأتي بكلام كثير وقال الملائكة قيل للكتاب سفرة وللكاتب سافر، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال أسفر الصبح إذا أضاء وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها. جميل. إلى آخره من هذه المشتقات. كل هذا دلال على أنها عربية. عربية. سفرة ومفردها سافر. 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 نعم. جميل. أيضا مشاهدينا الكرام من ذلك في قوله تعالى في سورة القمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سقر دكتور عدنا الله وإياكم منها، ما معناها وما لغتها؟ الجواليقي يقول إنها أعجمية. ويقال بل هو عربي من قولهم سقرته الشمس إذا أذابته. سميت بذلك لأنها تذيب الأجسام. أعاذنا الله منها. الصحيح أنها عربية. قال أبو حاتم الرازي ويقال لها سقر، وهو مأخوذ من قولك سقرته الشمس وسقرته وصهرته أي أذابته ولوحته وغيرته. قال ذو الرمة إذا ذابت الشمس اتقى سقراتها. بالصاد هنا. بالصاد. نعم. هي سين وصاد متقاربة. نعم. بأفنان مربوع الصريمة معيلي. نعم. سقراتها يعني شدة وقعها إلى آخره. الصاقور الفأس الكبيرة إلى آخره من الكلام. وكذلك الزمخشري مس سقر وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب إلى آخره من الكلام ومن الأبيات الشعرية. في الآية الأخيرة أيضا وهي في سورة النحل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما معنى سكرا هنا وما لغتها دكتور؟ يذكر السيوطي عن ابن مردويه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما السكر بلسان الحبشة الخل. الخل. نعم. قال الفراء في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هي الخمر قبل أن تحرم، والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشبههما. نعم. وقال أبو عبيد السكر نقيع التمر الذي لم تمسه النار،
وكان إبراهيم والشعبي وأبو رزين يقولون السكر خمر، وروى عن ابن عمر أنه قال السكر من التمر، ومنهم من قال أبو عبيدة يعني يقول وحده يقول بأن السكر معناه سكرا أي طعما، ويقال جعلوا لك هذا سكرا أي طعما. طيب. نعم. قال الزجاج جعلت دمهم طعما لك، وهذا بالتفسير الأول أشبه يعني اللي هو الذي يتحدث في أمور الأعراض الناس اللي هو السكر اللي هو الخمر. الخمر. نعم. ابن الأثير يقول السكر بفتح السين والكاف والكاف الخمر المعتصر من العنبي، هكذا رواه الأثبات. ومنهم من يرويه بضم السين وسكون الكاف السكر. سكر. نعم. نعم. الكلمة عربية لوجودها في العربية باشتقاقاتها المختلفة. ومما يؤكد عربيتها نقول قولا أخيرا فيها قول السمين الحلبي. نعم. فالسكر فعل بمعنى مفعول، اسم لما يسكر به كالقبض والنقض. نعم. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. بارك الله بكم وشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله. نلقاكم مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.